استخدم السين وسوف مع صيغة المضارع للدلالة على زمن المستقبل في اللغة العربية. هو سيذهب، هو سيذهب، هو سوف يذهب، هو سوف يذهب. سوف سين راح سوف سين هو راح يروح، هو راح يروح. أنا راح أكلمك بعدين، أنا راح أكلمك بعدين. أنت راح تروح الشغل بكرة، أنت راح تروح الشغل بكرة. هو راح يذاكر الليلة، هو راح يذاكر الليلة. هي راح تسافر الشهر الجاي، هي راح تسافر الشهر الجاي. إحنا راح نروح السوق الساعة 7، إحنا راح نروح السوق الساعة 7. هم راح يساعدونا، هم راح يساعدونا. أنت راح تكون هنا بكرة، أنت راح تكون هنا بكرة. أنتي راح تسوين العشاء، أنتي راح تسوين العشاء.